صبري معايا صبري معايا. يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. إن شاء الله النهاردة بإذن الله نقدم لكم حلو وحادق زي ما تعودنا على طول. وطبعا إحنا بنتأسف للناس اللي بتسألنا وما بنردش عليهم لضيق الوقت أو القصر الوقت. النهاردة بإذن الله مع حضراتكم هنعمل حاجات بسيطة وسهلة وطعمها 100%. هنعمل مع حضراتكم أول طبق هيكون طبق الخضار المشكل باللحمة. اللحمة بتاعتنا ليه في صنفين او نوعين، لحمه اما من الموزه او من الريش للخضار عشان تستوي مع حضرتك كويس. والصنف الثاني هنعمل الشيا السودانيه او المقلقل السعودي او الكباب الحله او الني في ني زي ما تحبوه او زي ما سموه، لكن بتركاتنا وحركاتنا في اكله بسيطه مصريه هتحبوها جدا 100%. وهنعمل الصنف الثالث الرز المصري بلسان العصفور. لسان العصفور طبعا الناس كتير بيعملوها شوربة، النهاردة نعملها بتركة حلوة في الرز بتاعنا، والحلو بتاعنا هيكون الهريسة. وإن شاء الله بإذن الله تعالوا نبدأ ونقول بسم الله على بركة الله. نعمل ثلاث أصناف في حاجة واحدة على طول سريعة. نبدأ مقطعين اللحمة بتاعتنا تقطيع مكعبات صغيرة، لحمة صغيرة أي نوع لحمة تحبوها يكون صغيرة في السن. نقول بسم الله على بركة الله. الخضار هنبدأ بالخضار، البسلة والكوسة والجزر والبتنجان مقشرينه والبطاطس، وهنظبطها نقول بسم الله على بركه الله. اول حاجه نبدا باللحمه، ننزل بلحمه الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بلحمه الخضار مع معلقتين زيت ومعلقتين سمن. سامعين التركه او الطشه بتاعتها، لازم نعمل صدمه ليها. بعد كده معانا اللحمه الثانيه اللي هنعملها الكباب، هندخلها برده معاها على طول. نقول بسم الله على بركه الله، معلقتين زيت ومعلقتين سمن، وننزل بيها. نزلنا باللحمه ونزلنا باللحمة، نوعين من اللحمة هنعملهم الخضار، والنوع الثاني هنعمله الشيا السودانية أو الكباب. بعد كده نجيب بصلة، نبدأ في الخضار الأول بسم الله. نبدأ بالخضار، نقلب اللحمة بتاعتنا تاخد اللون البني. تاخد اللون البني معانا أو تغير اللون بتاعها، بس اللحمة بتاعتي لما تكون صغيرة، اللحمة لما يكون صغيرة بيبقى بتستوي معايا في الخضار كويس. وزي ما اتفقت مع حضراتكم أو زي ما قلت لحضراتكم في الأول، بيبقى لحمة صغيرة من الموزة أو من الريش قطع صغيرة. نقلبها ونجيب الخضار بتاعنا مظبطينه وغسلينه، البسلة مع الكوسة مع البطاطس مع البتنجان كله مكعبات صغيرة مع الجزر. هنعمل طاجن جميل وخفيف ولذيذ صح 100% من غير دسم كتير او من غير تعب كتير، وفي نفس التوقيت هيكون معانا طعمه والتركه بتاعته بيبقى جميله. ولسان عصفور الحله الثالثه نحمرها برده الثاني معاها عشان ما نضيعش وقت معاه، الوقت مع حضراتكم بيضيع كتير وسريع. وطبعا عشان نعمل الحاجات ديت ما يكون جاهزه او ما يكون في نفس التوقيت او في نفس الوقت لازم نختصر. لو الواحد دخل المطبخ في لحظات لازم حضرتك تلم المطبخ بسرعة، ما يكونش المطبخ يكون هم تقيل أو حاجة كبيرة، بالعكس يكون حاجة كويسة وسهلة ويبقى 100%. طاجن الخضار عملنا حوالي نص كيلو من اللحمة، ربع كيلو من البطاطس، ربع كيلو من الكوسة، ربع كيلو من البسلة، جزراية، واحد عدد من البتنجان الرومي قشرناه وظبطناه وقلبناه. ياخد اللون بتاعه بس يغير، مجرد ان هو يغير اللون بتاعه معايا. هنزل بالخضار بسم الله في بوله صغيره عشان اقلبهم كلهم مع بعض، وانزل عامل عصير طماطم. عصير الطماطم عباره عن كيلو من الطماطم متضاف عليه حاجه بسيطه من الميه خالص. هنزل بعصير الطماطم معايا، كل حاجه بتركات وحاجه لازم نجيبها ليكم بطعم جميل وبتركه ممتازه 100% على قد الايد بالتكاليف بسيطه. بعد كده بضيف فلفل اسمر بسم الله، التوابل بتوعي
سبع توابل مشكلين حصى وبنطحنهم في البيت. لو حضرتك حمصتهم في الفرن بيبقى التركه والطعم بتاعتها ريحه جميله. بعد كده الملح، هنضيف معلقه من الملح. قلب على طول. ثلاث حاجات معايا على النار. لسان العصفور بنحمره، لحمه الطواجن، اللحمه الكباب الحله بعمل لها الصدمه، واديله الملح معلقتين من الملح. بعد كده التوابل زي ما اتفقنا، الفلفل الاسمر والحبهان وورق اللوري وجوز الطيب والكزبره، بنطحنهم وهم حصى في البيت افضل ليكي بكتير. ونقلب اللحمه، خدت اللون بتاعي، غيرت اللون زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو. هنزل بيها على الخضار بسم الله بطعم جميل. ني في ني كله في قلب بعضيه، طاجن صحي 100%. واقلب الطاجن. والشوربه بتاعتي معموله، الشوربه بتاعتي معموله من، باخد عظمه من الجزار، من فخده، من الفخده او عظمه من سلسله الظهر. ما بخليش الشوربه او الرز بتاعي اعمله من غير شوربه بيون. لازم يكون الشوربه بتاعتي كويسه دسمه، والاكل بتاعي الريحه والطعم 100%. اقلب طبق الخضار بتاعي الجميل المشكل، البسله مع الجزر مع البطاطس مع اللحمه مع التوابل مع الملح، واديها التركه الجميله. انزل بيها على طول في الطاجن او في الصينيه بتاع الفرن. اللحمه بتاعتها تستوي 100% عشان لحمه صغيره مش كبيره. اللحمه الكبيره ما تنفعش معايا الا في الكفته او في السليق، تسلقيها زي ما انت حضرتك زي ما تحبيها. واضيف عليها شويه من التوابل خفيف من فوق، بسيط شيل. ولسان العصفور ادي خلاص اتحمر معايا. قلب اللحمه يا محمد. اجيب ورق سيلفر عشان ادخله الفرن، هيقعد حوالي نص ساعه بالظبط في الفرن او ساعه الا تلت بالظبط، وهيطلع معاكي طعم وحاجه ممتازه. ورق السيلفر قطع قطع، لا سيبها 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 بالراحه. واغطي الطاجن بتاعي وادخله الفرن زي ما اتفقنا نص ساعه بالظبط. والمقاديل قدام حضرتك، قدام حضرتك على الشاشه على طول، مقادير التولي. الريحه بتاعه المطبخ ريحه بتركاته وبحاجته الجميله، بيبقى الريحه كويسه. بسم الله. بنجيب حاجات مبسطه وسهله جدا وفي نفس التوقيت. لو حضرتك عندك عزومه او عند او جالك ضيف من الضيوف، اي حاجه سريعه ما بتاخدش وقت كتير. هننزل بالرز، انزل بالرز يا محمد. ندخل الاول الطاجن بتاعي اكمره كويس جدا عشان البخار بتاعي ما يطلعش بره وما ياخدش وقت كتير. كل ما البخار يكون في قلب الحاجه بتاعتي كل ما يكون الحاجه جميله والفايده بتاعتها ما تكونش بعيده. وادي اللحمه بتاعتي، لحمه الكباب او الشيه او المقلقل. نزلنا بيها كده، خلصنا الطاجن الاولاني، الكوسه مع البطاطس مع البسله مع الجزر مع اللحمه مع التوابل، ضفناها كلها مع البتنجان كلها في قلب بعضيها ونزلناها. ننزل بقى للرز بتاعي، رز مصري يكون منقوع حوالي خمس دقايق بالظبط مع لسان العصفور، هيتقلب. مجرد ما ياخد تسخين، الشوربه بتاعتي سخنه، متضاف عليها الجزر وادي الرز، مقادير الرز بلسان العصفور اهو على الهواء مباشر على طول. لسان العصفور نص كيلو مع كيلو من الرز، حاجات بسيطه خالص. وجزره مبشوره، معلقه السمن هنضيفها بعد، حاجه بسيطه بالظبط. قلب بحاجه مش حاده، اتفضل يا محمد. نزلنا بالمقلقل او اللحمه الكباب، هنسقي الرز بتاعنا الاول عشان ما ناخدش او ما نتوهش الحاجه. ثواني
نزلنا بلسان العصفور بعد ما حمرناه، بعد كده نزلنا بالرز والشوربه بتاعتي، بتضاف عليها جزره، بصله، حبايه من الطماطم، بيكون اللون الشوربه بتاعتي بيكون لون ابيض فاتح ما بتغمقش معايا. بعد كده بنضيف الملح، بسم الله، واضيف الجزره مبشوره، بتعمل شكل جميل معايا، واقلب اقلب كويس معايا اهو الرز. سهل جدا وبيطلع معاك مع حضرتك حاجه طعمها جميل ولذيذه. بعد كده بسم الله بنضيف الشوربه، بسم الله على بركه الله اهو، ارفع يا محمد الحاجات دي. هنغطي الرز حوالي سنت بالظبط، بسم الله، هنغطي الرز سنتي فوق الرز بتاعي، بنقول حوالي 5 دقايق بالظبط، بعدنا عنه النشا حاجه بسيطه، وبعدين ننزل بالغطا بتاعه ونسيبه حوالي 5 دقايق على نار عاليه. بعد كده بنهدى على الرز زي ما اتفقنا من الاول، اتقل على الرز يستوي، ونرجع للمقلقل او اللحمه النايف ني او كباب الحله بتاعنا. هننزل عليه باتنين عدد من البصل وثلاث فصوص من الثوم، بسم الله، ومقادير كباب الحله قدام حضرتك على الشاشه على طول، غيرت اللون بتاعها، هنعمل لها صوص جميل بطعم لذيذ جدا. ننزل بالبصله عليها ونقلب، والتركه بتاعتنا الجميله نص عصير ليمونه نعصرها عليها، لازم الحاجه تطلع مكرمله معانا بطعم لذيذ جدا. ونضيف عليها، هنحط 2 من البصل، 2 عدد من البصل، 3 فصوص من الثوم، فلفل اخضر او الوان على حسب ما تحبوا، بسم الله، حبتين من الطماطم، واهد النار، كل ما اهد النار على الكباب ويشرب الميه بتاعته يطلع معايا صوص مكرمل. لو حضرتك فتحت عليه ولقيتيه مثلا نشف منك او في الحله، ممكن تحط سنه ميه صغيره او سنه شوربه صغيره، المهم ما يزيدش الشوربه بتاعته. ننزل بالطماطم، نزلنا بالبصل، نزلنا بالثوم، حبتين من الطماطم، وما ننساش الرز، هنهد عليه النار شويه، بسم الله، الريحه والجمال مع شويه هل ورق اللوري، حطوا حاجات، ابدعوا، فننوا في مطبخكم، ما تتكتفوش او ما تقفوش على حاجه معينه. تطلع معاكم حاجات جميله بخطوات بسيطه وسهله جدا جدا للمبتدئين، للعرايس، للناس اللي بتحب تفنن في الاكل، نفنن ونبدع بحاجات بسيطه بامكانيات بسيطه وتكاليف بسيطه في نفس التوقيت. عدد افراد الاسره على حسب طبعا عدد الاسر، لو حضرتك جبت كيلو من اللحمه تشكل منه الصنفين الكباب وتشكل منه الخضار، بيبقى الطعم حاجه جميله، وعندنا كذا اختلافات او كذا حاجات، يبقى حاجه جميله. هنضيف عليه شويه من البيون حاجه بسيطه، شوربه صغيره، ونغطي حاجه بسيطه خالص عشان تستوي معايا وتكرمل معايا، يبقى طعمها جميل. خلصنا الثلاث طواجن، نطلع فاصل ونرجع للحلويات بتاعتنا الجميله الهريسه. اوعى تروحوا كده ولا كده، معاكم منتظرينكم، هنطلع فاصل ونقعد على طول.
ورجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل على طول. عملنا مع حضراتكم قبل الفاصل ثلاث طواجن او ثلاث اكلات، هي اكله واحده بسفره بتاعتنا، سفره جميله، كباب الحله، عملنا الخضار المشكل باللحمه، وعملنا مع حضراتكم الرز الابيض او الرز المصري باللسان. النهارده ان شاء الله بقى الحلو بتاعنا، تعالوا بقى نخش على الحلو اللي هو يعني سيد الحلويات من البسبوسه والهريسه. هناخد الهريسه بطريقه سهله ومبسطه وعلى قد الامكانيات هنعملها مع حضراتكم. اول حاجه نقول معانا بسم الله على بركه الله، كوبايتين من السميط، كوبايتين من جوز الهند. الهريسه ليها كذا طريقه، الطريقه بتاعتي او التركه بتاعتي كل واحد ليه فن او تاتش معين او تركه معين في المطبخ بيبدع فيها، احنا شغالين فيها على طول بنفس الحاجات اللي احنا بنجيبها لكم. السميد بتاعي لازم يكون سميد اصفر ما فيهوش الحبه السمراء، وكوبايتين من جوز الهند ولا خشن ولا ناعم قوي بين البنين، ومعايا حوالي ربع كوبايه من السمن، كوبايتين من الحليب، كوبايه ونص، كوبايه من السكر، كوبايه من السكر، كوبايتين من السميد، كوبايتين من جوز الهند، والمكسرات على حسب الرغبه، والمقادير اللي هرسمها حضرتك على الهواء على طول. اول حاجه المقادير السايله، هننزل بالحليب والعسل، الجلوكوز فين العسل يا محمد؟ هننزل بال والعسل، الجلوكوز هنحط معلقتين من العسل. العسل لو حضرتك ما عندكيش العسل، العسل بتاع البلح الشام والجلاش اللي هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، نص عصير ليمون، بتضيفيها على النار وتسيبيها 5 دقايق بالظبط، بيطلع معاكي عسل تضيفيه على البسبوسه او الهريسه. الفرق بين الهريسه والبسبوسه هو الجوز الهند الكتير، مش حاجه كتيره. هننزل بيها ونحطها على النار، بعد كده ننزل بالسمن، نزلنا بالعسل، معلقتين من العسل، حوالي كوبايتين من الحليب، كوبايه الا ربع من السمن، 3 معالق، مقدار 3 معالق بالظبط. وهناخد المقادير الجافه، كوبايتين من السميد، سهلة جدا جدا وبسيطة، كوبايتين من جوز الهند، كوباية من السكر، معلقة من ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من الدقيق، وأقلب الحاجات بتاعت الجافة مع بعضيها الأول. السميد مع جوز الهند مع البيكنج باودر مع البيكنج باودر، جوز الهند مع السميد مع البيكنج باودر مع الدقيق، والمقادير السائله بتاعتي العسل مع السمن مع الحليب بتاعي، كوبايتين من الحليب، كوبايه الا ربع من السمن، معلقتين من عسل الجلوكوز، وفي صينيه متوسطه حوالي 26، امسح المكان ده يا محمد، واحد عدد من البيض، بيضه واحده بس بالظبط. هتعمل معاكي صينية هريسة بطريقة جميلة من غير ما تتلف معاكي ولا تبوظ معاكي أي حاجة خالص، سهلة جدا. المقادير بتاعتي تسخن، السمن مع العسل الجلوكوز مع الحليب، وقلبنا المقادير الجافة، جوزة الهند مع السميط مع البيكنج باودر مع الدقيق مع السكر، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. هقلب مجرد ان هي تسخن ويندمج كله مع بعضه، العسل مع السمن مع الحليب، انزل عليهم بسم الله بالمقادير واقلب كويس. الريحه، ما عنديش سمن بلدي وعايز اعمل حاجه بالسمن البلدي، معلقه في الشربات بتاعها، السيرب او الشربات بتاع الهريسه بتاعتنا، كوبايتين من الميه مع كوبايتين من السكر مع عصير الليمونه او ملح الليمون، مع معلقتين من العسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز ده اساسي في الحلويات كلها عشان تطلع معاكي حاجه متماسكه وبتبرق معاكي وطعمها بيبقى جميل، ما يكونش مفروله ولا اي حاجه. في الصينيه، شيل دي يا محمد خلاص، مدهونه سمن. ام زياد السلام عليكم. الو، مرحبا ام زياد. مرحبا، السلام عليكم، ازيك يا سيف؟ مرحبا يا ام زياد، يا هلا يا هلا. تسلم ايدك يا سيف، تسلم ايدك على الحاجات الجميله. تسلمي لي يا ام زياد، الله يحفظك. تسلمي تسلمي تسلم ايدك يا سيف. الاكل عجبك يا ام زياد ولا ايه؟ الاكل جميل. تسلم يا ام زياد، ربنا يبارك لك في الزياده يا رب.
وكفتة الحاتي جميلة والقوزي جميل والله عملناه جميل يا سيدي. الحمد لله الحمد لله ان احنا الحاجات والوصفات بتاعتنا، احنا بنشكركم جدا على الثقة الغالية والعالية دي علينا، وان شاء الله على طول مستمرين معاكم. اي طلبات يا ام زياد؟ مش عايزة تعمل الكريب الحادق والكريب الحلو. علينا الكريب ان شاء الله، احنا باذن الله هنعمل لكم حلقات اللي تتمنوه قولوه واحنا نعمله على طول على عينينا. بعد كده هخبط فلدنا يا ام زياد. شكرا يا ام زياد لاتصالك، وخليك معانا في سكة مين؟ الو ام مودي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلين ام مودي، مرحبا. ازيك يا سيف، عامل ايه؟ ازيك يا ام مودي، مرحب بيك، يا هلا يا هلا. منور يا سيف. الله يخليك يا ام مودي، تسلمي تسلمي. والله اكلاتك جميله وكلها معجبين بيها، جميله جدا. تسلم يا ام مودي، ده شرف لينا والله، شكرا ليكم بجد. اي طلبات اي اوامر ليكي؟ ان شاء الله. الشرح بيوصل لك يا ام مودي كويس ولا في حاجه في قولوا؟ مفيش مشاكل، الاختلاف في الراي لا يفسد للد قضيه. اي حاجه مش فاهمينها قولوا عليها ونشرحها مره واثنين وثلاثه. بيوصل؟ لا والله احنا اتعلمنا منك حاجات كثيره. تسلم يا ام مودي، ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك مودي يا رب، تسلمي لي. الو السلام عليكم. شكرا يا ام مودي لاتصالك، وخليكي معانا صديقه البرنامج. عليكم السلام. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين اهلين استاذ، مرحب. مرحب بيك يا شيف. ازيك يا استاذ؟ ازي الصحه يا باشا؟ بنصبح عليك وبنسلم على الناس. صباح الهنا وصباح السعاده عليك يا باشا، احلى اصطباحه واحلى مسا. ليا طلب عند حضرتك يا شيف. امورنا يا فندم، امورنا. حضرتك اكلتك اكله بسيطه مصريه. تمام. كويس؟ تمام. طب لو سمحت انا عايز تعمل لنا حاجات اللي هي من بتاعه زمان، المسقعه بتاعه زمان اللي هي من غير اللحمه المفرومه. يا باشا عنينا ليك عنينا ليك، احلى مسقعه ليك يا باشا، واحلى الاكلات الشعبيه من اول وجديد نبداها عشان خاطرك انت يا عم طارق. الله يخليك يا باشا، شكرا. تسلم لي ومتشكرين ليك يا باشا وعلى عنينا، وخليك معانا صديقه صديق البرنامج. عملنا الهريسه، خبطناها تخبيطتين ثلاثه عشان نسويها، ودخلنا عليها المكسرات اللي تحبوها. المكسرات عايزين ساده ماشي، عايزين المكسرات ماشي، مفيش اي مشاكل. هندخلها على فرن درجه حراره. ام حمزه السلام عليكم، درجه ألو حراره. الو السلام عليكم. اهلين ام حمزه ومرحبا. سلامك في الحاجات اللي بتعملها والله. تسلم تسلم يا ام حمزه وتسلم، الله يبارك لك. سلامك في الحاجات اللي بتعملها، جميله اكله جميله عسل. تسلم تسلم، الله يبارك لك، تسلميلي تسلمي. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك جميله والله. تسلميلي يا ست الكل، ربنا يحفظك يا رب ودايما يزيدك ويبارك فيك. عايزين نعمل الكفته، الكفته الحلوه. عينينا يا حاج عينين عينين، اللي انت عايزاه تحت امرك والله، اللي انت عايزاه تحت امرك يا ست الكل والله، الله يبارك فيك. اي سؤال ليك ولا اي حاجه؟ اي حاجه حلوه قوي والله، اللي بتعملها حاجه حلوه. تسلم تسلم، الله يبارك لك، تسلم، ربنا يحفظك، متشكرين اتصالك، وان شاء الله نعمل لك الكفته اللي انت عايزاها تحت امرك. عملنا الهريسه، عملناها بمواصفات او حاجات بسيطه في متناول الايد، وحشناها، هتخش على درجه حراره 180 في نص الفرن، هتستوي معانا. لو حبيت تعمل تريك او تعمل لها تيست، لو الحروف عند حضرتك ما احمرتش ممكن بالمقطع ونقطعها ونشوفها من تحت استوت ولا لا. لازم تاخد سوا كويس بطريقه كويسه. الشربات بتاعي بيكون دافي، ما يكونش سخن قوي. كوبايتين من الميه، كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه، معلقتين من العسل على عصير الليمون او ملح الليمون سنه صغيره. عايزين تحطوا ميه ورد ماشي، فانيليا ماشي، اللي تحبوها. بعد ما بتطلع على طول بنسقيها بالشربات بتاعها. الشربات بيكون دافي مش سخن قوي، وبتطلع معايا بتركه حلوه. نرجع بقى للكباب بتاعنا الجميل. الو مين يا فندم؟ الو محمد. محمد السلام عليكم. عليكم. مرحب مرحب محمد. ازيك يا شيخ؟ مرحب محمد، مرحبا. كل حاجه حلوه بتعملها. تسلمي لي يا محمد، الله يحفظك، تسلم تسلم. نور الشاشه. الله يحفظك، تسلم تسلمي. تسلم محمد. حطينا الملح يا محمد، وهنحط التوابل على الكباب بتاعنا بعد ما اللحمه اتشوحت معانا وخدت سوا بسيط. اي سؤال يا محمد؟ طريقة ايه؟ طريقة الاسكالوب. عينينا يا باشا، اسكالوب عينينا. أي حاجة تتمنوها زي ما اتفقنا بتقولوها لنا، وهنعملها حلقات مع حضراتكم. هات الأطباق الغرفة. ألو السلام عليكم، مرحب أم فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحب مرحب. الله ينور عليك في الأكلات بتاعتك يا سيدي. وعليك يا أم فوزي، ربنا يحفظك، تسلمي لي، تسلمي. ربنا يزيدك يا رب يا سيدي. تسلم يا أم فوزي، الله يبارك لك ويحفظك ويحفظ لك أولادك يا رب. نتمنى ليك المزيد في الاحسن ان شاء الله. ربنا يزيدك، دعواتكم بس معانا، وطول ما انتم بتشجعونا احنا على طول مستمرين معاكم ان شاء الله. كل اكلاتك بننفذها وبنعملها يا سيدي. تسلمي لي تسلمي لي، ثقه غاليه والله، وبتحرجونا كلكم والله العظيم بذوق. كلكم ذوق، وكل مشاهدينا ومتصليننا ناس حبايبنا، وربنا يحفظكم لينا يا رب دايما على طول،
ودايما معاكم اي سؤال ولا اي حاجه يا ام فوزي. شكرا يا ام فوزي، خليكي معاك، خليكي معانا صديقه البرنامج. حاجات الجميله والطعم بالتركات الجميله بالريحه بتاعتها اللي تشعشع المطبخ كله كامل. الصوص بتاعنا نشف في قلب اللحمه، اتعصجت واتعملت معانا صوص جميل. يلا بقى على الغرف على طول بتاعنا. اللحمه مستويه نص ساعه ما بتكملش حاجه عشان لحمه صغيره، لحمه عجول صغيره او الموزه والرياش في اي ذبيحه تطلع معاكم حاجه جميله. والطعم الممتاز. نشكل الطبق بتاعنا الجميل عشان نطلعه بالشكل الممتاز. ونروق المطبخ بتاعنا ونشوف الرز بتاعنا استوى. ادخل يا محمد نشكل الطبق. نشوف الرز بقى، عملنا الثلاث اربع اصناف او اربع حاجات مع حضراتكم، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش حاجات كتير عشان المطبخ ما يكونش لعبكه مع حضرتك. اختاري المواصفات او الاكلات، بنحاول بقدر الامكان بتجيب لحضرتك سفره كامله من غير تعب ولا اي تكاليف ولا اي مجهود، بطريقه سهله وسريعه وصحيه 100% لاطفالنا واحبابنا. السمنه، نحط معلقه سمنه على الرز، معلقه على الرز، معلقه سمن خفيفه، سمن بلدي. الو، السلام عليكم مدام ناديه. مرحب. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ مرحب مرحب مدام. مرحب. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك. منور القناه يا شيخ. الله يخليك يا غالي، الله يخليك، ربنا يحفظك. تسلمي لي. الله يخليك. تسلمي تسلمي، كله من ذوقك. انت يا شيخ الله يخليك. اي اوامر؟ كل اكلاتك جميله قوي والله. تسلمي لي تسلمي لي، ربنا يحفظك. وشرحك مبسط وجميل، ربنا يكرمك. والله شرف لينا، وحاجه ده بتشجعونا على الحياه دي. لو اي معلومه ولا اي حاجه مش واصله لكم قولوا لنا عليها. احنا مبسوطين قوي والله باسلوبك جميل قوي. تسلمي لي يا رب يحفظك. تسلمي لي ويحفظ لك اولادك يا رب. تسلمي لي. الله يخليك يا شيف، كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه، ربنا يحفظك. تسلمي لي. تسلم اي سؤال ولا اي حاجه، اي طلبات او يوم. عايزه بس طريقه مبسطه كده للفرخه المحشيه رز، عشان ما بعرفش اسوي الرز جواها. عنينا يا ست الكل، تحت امرك على طول. على عنينا على عنينا. حاضر حاضر. الو، السلام عليكم. شكرا لاتصالك يا ست الكل. الو، السلام عليكم. الرز بتاعنا طالع بالواحده مفلفل بالطعم والتركه المصري الممتاز. الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ يا مرحب بيكي يا مرحب بيكي. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك. منور القصه يا شيخ. تسلم يا غالي، الله يحفظك. تسلمي لي. تسلمي. هات بوله. طب عايز اسال على طريقه الكباب الكفته. عينينا عينينا. كباب كفته؟ حاضر يا باشا، على عينينا. حاضر حاضر، تحت امرك. شكرا لاتصالك يا سكور، خليك معانا صديقه البرنامج على طول. السفره بتاعتي لازم تخش ايا كان، حتى الاكلات بسيطه وسهله، لكن لازم نعملها العين بتاكل قبل اي حاجه. نشكل سفره بطريقه كويسه ومظبوطه، حتى لو امكانيات بسيطه بتطلع معانا. اطباق سهله، عدد على حسب عدد افراد حضرتك، اربع افراد خمسه كتير قليل. تشكل الحاجه بحاجات بسيطه من امكانياتك او من مطبخك تطلع معاك جميله. فين الورديات؟ هنعمل اطباق الرز عقبال ما الطاجن بتاعنا الجميل يطلع من الفرن والهريسه بتاعتنا. الو، السلام عليكم. شروق. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين شروق، مرحبا. ازيك يا سيف؟ اهلين اهلين شروق، ازيك؟ ازيك يا سيف، عامل ايه؟ والله الحمد لله، الله يحفظك تمام. تسلم ايدك، منور الشاشة. تسلم يا غالي، الله يبارك لك. تسلم تسلم. عايزين طريقة البقلاوة. عايزين ايه؟ عايزين طريقة البقلاوة. صينية البقلاوة. عنين عنين. حاضر حاضر، تحت امرك. شكليات. شكرا ليك يا شروق. ست الكل اللي سالت على الفراخ، الفراخ شويه رز صغيرين لو عايز تعملها بالرز، ننزل بمعلقه زيت، معلقه زيت، معلقه سمن، شويه بصله صغيره، وبننزل بيها يا دوب مجرد ان هي تصفر حاجه بسيطه، ننزل بالرز عليها ونقلب الرز. لو عايزه تزيدي طماطم ماشي او شوربه ماشي. الرز بتاعي يستوي حوالي تلتين سوا، حاجه بسيطه خفيفه خالص. بجيب الفرخه بتاعتي بنقعها في المحلول بتاعها، محلول
الميه والسكر، معلقه من الميه، معلقه من السكر، معلقه من الملح، حوالي معلقتين من الخل في ميه كتير، بيبقى ريحه الزخامه او الزفاره في الفراخ بيبقى ما فيهاش خالص. بنقعها حوالي نص ساعه وربع ساعه، بعد كده بشيلها بجيب شويه. الو السلام عليكم مي. الو مي السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ اهلين يا مي، ازيك؟ منور الشاشه. تسلم يا مي، تسلم تسلم. ايه سمعت الكفته؟ حاضر يا مي، حاضر، عينين يا حبيبي، شكرا يا مي لاتصالك على عينينا. ام جودي السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبتين ام جودي، مرحبا. ازي حضرتك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الله يحفظك. تمام والله، ربنا يزيدك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرين على الاكلات الحلوه اللي انت حضرتك. تسلمي لي يا غالي، تسلمي، ده شرف لينا والله، شرف، ده كله من ذوقكم والله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. تسلمي لي. اي سؤال عندك ولا حاجه؟ لا لا لا، ربنا يخليك. تسلم يا مجيدي، شكرا لاتصالك، وخليكي معانا صديقه البرنامج على طول. متشكرين ليكي جدا، ومتشكرين لكل المتصلين. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك لكم في اولادكم. الو السلام عليكم. مين؟ ام مليكه السلام عليكم. الو الو. الرز بتاعي يا ام مليكه اهو بالوحده مفلفل وعايز الاكيل. مرحبا ام مليكه، مرحب. تسلم ايدك يا سيدي. الله الله يحفظك. تسلم ام مليكه، الله يزيدك، تسلمي لي. معلش انا بس الكباب اللي انا حضرتك بتعمله ده انا ما شفتوش من الاول، هو ممكن تقول لي الطريقه من الاول؟ على عينينا، على عينينا يا ست الكل، على طول نقول لك على الطريقه بتاعتها. حاضر حاضر، على عينينا. شكرا. على عينينا، حاضر ام مليكه، شكرا لاتصالك، وعلى طول نقول لك على الطريقه. الفراخ بعد ما عملنا الرز بنجيب الفراخ، سنه فلفل اسمر، شويه توابل، شويه من الملح، ونعملهم من جوه كويس. بعد كده بنحشي الفراخ، نكتفها او يعني لما نكتفها او بورقه سيلفر ونلفها كويس، يا يعني ندخلها الفرن مباشر على طول، ودي افضل حاجه، مع شويه فرسه جزر، الفرسه بتاعتها اللي هي التشكيله في الصينيه من تحت، شويه جزر، بصل، بطاطسايه، اي حاجه، وبحط حضرتك الفرخه واسيبها حوالي نص ساعه بالظبط، تطلع معاكي طعم ولذاذه مع خلطه جميله، حوالي بصله، حبايه من الطماطم، شويه من الخل، معلقتين، وبضربهم في الخلاط واجيبهم على وش الفرخه. ان شاء الله هيكون ليها فيديو خاص للحشوات في الفريك وفي كل حاجه، هيكون. الو السلام عليكم يا استاذه حنان. وبتطلع معاكي زي الفل يا استاذه حنان. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. انا عايزه عايزه ايه؟ الصفار. عايزه ايه يا سكر؟ علي صوتك. بقول الصفار. الجمال. الصفار. قولي تاني معلش، انا مش سامعك، بتقولي ايه؟ السيفود. عينينا يا باشا، عينينا عينينا. حاضر، هقول لك طريقه السيفود. حاضر، وهنعملها مع حضراتكم برضو فيديو كامل. الو الو السلام عليكم. شكرا يا فاطمه، شكرا لاتصالك يا غالي. الو، معلش يا مبرايم، فصلت، معلش، عاود الاتصال بينا تاني. الهرسه بتاعتنا طلعت، والرز بتاعنا طلع، بعد حوالي بتاخد 35 دقيقه بالظبط، 35 دقيقه بالظبط من التسويه. بعد كده بنسقيها زي ما اتفقنا بالعسل بتاعنا، هتطلع معاكي بتركه حلوه ومظبوطه، اعملوها بنفس المواصفات وبنفس الامكانيات، تطلع معاكم ممتازه. تشكيلات الاطباق تشكيلات خفيفه وبسيطه. تمام. الكباب معلقتين من زيت، معلقتين سمن، وبنسخن الزيت والسمن كويس كتير. بعد كده بننزل بصدمه للحمه بتاعتنا، بعد كده بننزل عليها بحبتين من الطماطم، حبتين من البصل، ثلاث فصوص من الثوم، الفلفل اختياري، عايزين تحطوا جزر برده مفيش اي مشاكل، وعلى نار هاديه خالص اخلي اللحمه بتاعتي تستوي، ما تعلوش البوتاجاز كتير، مش بكتر التعليه ان انا بطلع حاجه، لكن بالعكس. الو السلام عليكم ام مصطفى. مصطفى السلام عليكم. الو يا شيف. اهلين ام مصطفى، مرحب. نور كمان. شكرا. عايزين طريقتي حواوشي. حاضر حاضر، اهلين يا مصطفى، حاضر حبيبي. اي شكرا لاتصالك يا غالي، شكرا لاتصالك، وعاود معانا الاتصال تاني في المديل. هات الطاجن من الفرن. اسراء. الو السلام عليكم اسراء. ايوه ازيك يا سيف. اهلين يا اسراء، مرحب.
استاذه اسراء تسلم ايدك على الاكلات الجميله اللي انت بتعملها دي. تسلمي لي الله يبارك لك. تسلمي يا رب يكون عجبتك ويا رب يكون الشرح بتاعنا مبسط وسهل. الطاجن بتاعنا بعد ما اتكمر في الفرن. ايوه استاذه اسراء معاكي اي سؤال؟ كل حاجه فيها حلوه. تسلمي لي ربنا يحفظك. الطاجن بتاعنا امورينا الكباب من تاني عشان انا ما شفتهاش. عينينا. حاضر اقول لك طريقه الكباب. حاضر يا استاذه اسراء. على طول نقول لك على الطريقه يا باشا. على عينينا طريقه الكباب تاني. معلقتين زيت معلقتين سمن. ننزل باللحمه صدمه ليها. بعد كده بننزل باتنين عدد من البصل، حبتين من الطماطم، ثلاث فصوص من الثوم، الفلفل والجزر اختياري على حسب ما تحب، لكن بالفلفل بتطلع طعمها جميل وممتازه. بعد كده ابو احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيف؟ الله يحفظك ابو احمد. الله يزيدك. اخبارك؟ تمام الله يحفظك. انا ليا رجاء عندك بعد اذنك. أمرنا. انا عايز اتغدى من الغدوه ده يا باشا. انت تؤمر يا ابو احمد. تعال على طول لقناه الصحه والجمال في اي وقت تحت امرك. تشرفنا. الله يبارك لك. الله يخليك. الاكله بتاعتك شدتني والله يا باشا. ده احنا على عينينا ابو احمد. ومتشكرين اتصالك ومتشكرين ذوقك. انا عملت الفراخ اللي كنت عاملها قبل كده اللي هي مشويه في الطاجن دي. تمام ربنا يحفظك. تسلم لي. جميله جدا. تسلم يا غالي. ربنا يزيدك. انا نفسي بقى في اللحمه اللي هي المعصجه عندك دي. على عينينا ابو احمد. ده من غير عزومات. تعال اركب وتعالى على طول سريع. احنا مستنيينك. انا جنبك. مش كتير يا باشا. على عينينا. اتفضل ابو احمد اتفضل. عايز نقطع بزبز. شكرا ابو احمد لاتصالك وشكرا لذوقك. ايه الهريسه بتاعتنا والطاجن الجميل وتشكيله السفره وتشكيله السفره الحلوه مع الهريسه اللي عايز عسل تقيل يزود السكر، لكن اللي عايز عسل خفيف مفيش اي مشاكل. عايز مقطع او سكينه. هات السكينه دي. ماشي. يزود السكر بس لما يكون العسل بتاعنا خفيف بيكون طعم وحاجه بيبقى جميله. هات لي طبق. وادي الهريسه بتاعتنا الجميله. بسم الله. طبق يا حمد. امسك السكينه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحب ابو العمام. مرحب. يا مرحب بيك. والله منور يا شيخ. الله يحفظك يا غالي. الله يزيدك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك. تسلم لي. شيخ ماجد انت خربت بيتي يا شيخ ماجد. ليه بس يا عم؟ ليه بس؟ العيال عندي في البيت على طول بيدوا الطلبات بتاعتك دي. ده انا بعمل لك على قد الايد يا حاج. على عينينا. والله ما في اقل من الامكانيات باقل حاجه. واحنا نبعت لك لحد عندك. لا تسلم لي يا شيخ ماجد. واحنا عايزين ناكل كام ده يا شيخ ماجد؟ عينينا. حاضر يا حاج. عينينا. الله يحفظك ابو العمايم. الله يحفظك. يبارك فيك. تسلم لي يا ريس. اي سؤال عندك ولا اي حاجه؟ ابو العمايم. شكرا ليك يا غالي وشكرا لذوقك ومتشكرين لكل المشاهدين. عملنا اربع طواجن مع حضراتكم. ثلاث حاجات. عملنا الكباب وعملنا الخضار المشكل وعملنا الهريسه وعملنا الرز. كانت حاجاتنا بسيطه وامكانياتنا بسيطه على قد ايديكم. كل يوم اربع انتظرونا الساعه 12. اي اسئله ما جاوبناش عليها ادخلوا معانا على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب او الفيس. وان شاء الله اي اكلات تحبوها ابعتوا لنا ونعملها لكم على طول سريع بامكانيات بسيطه وعلى قد ايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.
صبري معايا صبري معايا.